من بعد المطر الصحراء تصير جميلة. المغيرة قال للغلامة الآن الجو جميل ومن بعد هذا الغيث يحلو لنا أن نتنزه، خلنا نطلع أنا وياك نتنزه. طلعوا غلامة ويا، شافوا من بعد أعرابي قد ركب على أوتان، ركب له على حمار وجاي. قال له ادعو لي هذا الأعرابي صيح لي. قال له أصلح الله الأمير إن للأعرابي جوابا خشن، هذول ما عندهم نعومة، عندهم غلظة، وهذا قد يكون ما يعرف لغة التخاطب وياك، ما يعرف قدرك، شلك بها التجربة، خليه يروح الرجل. قال له لا عليك صيح له. صح. قال له لا تخبر أنا منه، بس ادعوه. دعا. قال له وقف يا هذا الرجل، وقف. قال له كلم هذا الرجل، وقف. التفت له المغيرة قال له ممن الرجل؟ قال من السماوة. السماوة بلد يقع بالهضبة ما بين سوريا والعراق. قال له كيف خلفت الأرض خلفك؟ قال عريضة عريضة. قال له كيف خلفت المطر؟ قال ملأ الحفر وعف الأثر. قال له أنا إلي سؤال إليه. قال بلى. قال له اخبرني عن النشاء وأصنافها. الجواب يدل على أن سأل عن نوعية علاقة الزوج بالزوجة، يعني النشاء يقصد من يريد أن يتزوج امرأة. تقدر تحدد لي أقسام الزواج شنو؟ قال له النساء أربع، جميع مجمع وربيع مربع وغل لا ينزع وشيطان شمعمع. قال له أنا هذا حدش ما أعرفه شنو هذا، اشرح لي إياه. قال له بل أخبرك. الربيع المربع هذه المرأة التي إن دخلت عليها ضحكت في وجهك، وإن خرجت عنها ذكرتك وحمدتك، حفظتك في بيتك وفي مالك، تدخل فتجد أمورك موفرة وحوائجك مقضية، تقوم لك بمنزلة الربيع. شلون الربيع؟ الإنسان لما يمر مثلا في أرض معشبة خضراء وبيها نمط من الزهور متنوع، بيها أنواع من الورد، قال له هذه كل أبعادها أبعاد متنوعة، رقيقة المشاعر، أمينة، تحفظك في مالك وفي عرضك، هاي بمثابة الربيع. يعني كأن الإنسان عند أحيانا يتزوج امرأة لأن تتوفر بها مؤهلات مثل مؤهلات الربيع. قال له زين هاي عرفنا. قال له الثانية الجميع المجمع، المرأة التي تتزوجها لحسبها ونسبها، فيجتمع حسبك بحسبها ونسبك بنسبها، كأنه أكو نوع من الزواج. فالزواج يعني زواج أسر، سميه أسرة تتزوج أسرة. ها شنو دوافعه؟ الدوافع مرة قد يقول لك الدم لا يختلط حتى يبقى هذا الدم الأزرق محافظ على أصالته لا يختلط بالدم العادي، هذا أكو نوع. والحال دماء كلها شكل واحد، بس الوهم هذا يسوي له. ها الغل الذي لا ينزع شنو؟ الغل الذي لا ينزع يعني سميه افرض علماء الاجتماع يسموه التمثلات الجمعية، احنا نسميه الاعراف المواضعات. شنو يعني الاعراف والمواضعات؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الغل أقسام، من جملة أقسام الغل النمط الاجتماعي اللي يرتبط بإيش؟
بالتمثلات الجمعية، يعني هذا ابن عمك لازم تتزوجيه، وهاي بنت عمك لازم تأخذها. قول له يا أخي سأنا هاي لما بنت عمه دفروض ما يميل إلها، لما ما يميل إلها تجبر على الزواج، طبعا راح يعزف عنها ما راح يقبل عليها، إذا ما أقبل عليها هجرها بالمضجع. شنو نتيجتها إذا هجرها؟ وين تروح؟ إذا ما أرضاها بالمضجع وين تروح؟ طبعا راح تنحدر إلى الفساد. اعكس، امرأة ما يملأ نفسها ابن عمها، احنا امرأة اكو اعتبارات، اختلاف بالثقافة مثلا، اختلاف بالذوق، شنو هالاجبار منين جاي؟ يعني هذا الاجبار منين جاي الا هاي بنت عمها لازم هي تاخذها على شنو؟ على شنو منين جاي؟ شنو هذا بي يساعد عليه عقل شارع واقع؟ هذا ما يعني هذا الواقع فاشل، هذا الواقع الفاشل، ما ينبغي احنا نجي للاعراف نأصلها. لا، اكو احيانا اعراف تصطدم بالدين، تصطدم بالعقل، تصطدم بالذوق، فهذا الغل الذي لا ينزع، هاي المرأة اللي تفرض عليك، تفرض عليك فرض، واحيانا اكو اعتبارات متعددة لهذا الفرض، يعني تختلف اكو لون من الزواج المفروض الى اعتبارات متنوعة. زين، هاي ثلاثة. الرابعة الشيطان السمعمع، هاي شنو؟ هاي اعتقد يعني تمثل شريحة كبيرة. شنو هي هاي الشيطان السمعمع؟ يقول هاي المرأة التي ان دخلت كلحت في وجهك، بس الطب تلقاها مقلوبة الدنيا، وإن خرجت شتمتك في عقبك، بس تطلع مطيني هذا شنو؟ مطيني فلانة لابسة هالشكل، فلانة ماخذة هالشكل، فلانة هاي. تصور الحياة مظاهر، يعني إلى هنا إدراكها يصل لها الحد أن الحياة ثوب أنيق مثلا، أو حلية، أو سيارة محترمة مفروض، أو بيت فخم، هاي الاعتبارات نفسها. هاي من تطلع تدمك في عقبك، تدخل تتأوه، أنا القضاء والقدر جابني كلحت في وجهك. إذا دخلت لا تجد أمورك موفرة ولا حوائجك مقضية. زين، أنت تريد تتخلص، ما تقدر تتخلص على لازمتك من المكان اللي يوجعك، عندها أطفال، شلون يعني؟ إذا عندها أطفال وين تعوه؟ وين أطفالك؟ وين تدوم؟ وين يروحون؟ يعني هذه لأنه الأسس ما أحكمت عند الزواج من أول الأمر، ما صار اختيار موفق صحيح، اختيار موفق والتزام بالشريعة. أحيانا الإنسان قد يغلط بالاختيار، يعني يفرش وحظه ما أحسن الاختيار، لكن لو كان الرجل عنده دين والمرأة عندها دين العلاقات تبقى محفوظة. المرأة تقول خلاص، الحر مثل ما يقولون إذا طاح بالشبك يصبط، خلاص انا صرت زوجة لهذا، هو هم خلي يقول انا نصيبي صاروا عندي اطفال، لا اعرض اطفالي للانهيار، لا اعرض اسرتي للانهيار، انا ديني يمنعني من هذا، وعقلي يمنعني من هذا، ورحمتي بابنائي. اذا من هالنوع اكو ابوين ماكو مشكلة، لكن المشكلة هالابوين الاباء اللي تشوفهم هذا طاير، هذا يريد يروح مكان اخر، هذه مشكلة. هنا هذه الشيطان السمعمع اللي لا تقدر تفارقها ولا تقدر تبغيها، وفي واقع الامر اسرتك او بيتك ما تقدر تعبر عنه بيت، وانما اقرب التعابير، اقرب الاشياء الى انه جحيم. جيم، هذه الشيطان السمعمع قال له والله لقد وصفت فابدعت،